الميكروباص بتاعك ده. يا لهوي 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 يا حميد. انا حاسه ان مفيش. امسك يا سوكا الورقه دي، تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت والله افرح اني شفتك. ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوكا. وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا. بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا الله بكتشف انك اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي دفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني انا اللي يضايقني تبقى امه داعيه عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي الوش اللي انت عاملاه ده والله واشتغلت فيك يا غني انجليزي يا بطن البقره. يا بنت بلاش ده، مش انا مش عارفه اسمع الغنوة منك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه شويه لقيت ست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كوري؟ عاوزه منك يا حصر، انا جايه هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنتي يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده شوف. ملكان؟ الحقي الحقي ردي اوام. الو مساء النور. الحمد لله كويسة يا حضرة الضابط. بتعملي حاجة بكرة؟ بكرة اشمعنى؟ أي حاجة يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز أعزمك بكرة على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت أنت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله؟ لا مش هينفع، أصل أنا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع أسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه؟ لو قلت لا هبعت لك اتنين امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافق. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي اللي على الملكان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل. يا صباح القشطه يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال والله، وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه انما ايه، هتاكلي صوابعك وراها. اه قولي عاوزه تنمي على مين يا بنت قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي 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 ما تتكسفيش قولي. ابدا والله انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه، يا خرابي ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطه بصوره العماره على الارض، واللي بيجي بيدفع واهو من دقن وفتله. يخرب بيتك يا راجل يا ضلالي. امان عليكي يا ام سوكا، انا ما قلتلكيش حاجه يا اختي. انا مش ناقصه مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا، هو عساس. اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه، مش هنسى اللي وقف يوم جنبي
ولا انزل استنطر بيه. اوعى انا قلبي قادر ابقى اي حد أبقى. انا عالي زي الجبال. اوعى اطرخ يمين. الله هيما فين يا سوك؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقي راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بيحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ انا مش قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حبسونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيبت ايه على الصبح؟ سلومه الكلب اخد الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديده. هلا وانتش عرفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقفله لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي نصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ قدام ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم، انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا نشوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخوي، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه ازوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي؟ وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اللي ولا ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا براهيم. بقولك يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطف، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده، كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك فني انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم وقدر صراحتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم تاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدكي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر ياض، ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السودا سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي الناس. انس ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه يا نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيب؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيما؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوز اقابلك وانا قلت لا، هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني،
انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نار اسود، كل دي مسجات وانا في الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع الاثنين مليون يورو ملوتي ولا خليك جده هامده هني؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. وخي انت الثانيه. اهدى اهدى بس يا شيخ. اهدى جاسم. اهدى، حرام عليك، كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد، اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى، اهدى وتعالى اقعد، تعالى اقعد. ما تفهمنيش انت بتسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك، تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس بس يا نجوان، لا 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 لا، ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاستاني بسرعة. شكرا. أنا عارف إنك مستغربة المكان هنا شوية، يعني أكيد عشت برا مصر ومش واخد على الأماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي. أنا باجي كتير أنا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك إيه، أنا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص. أو ما أقعد على ترابيزة تانية ولا إيه؟ لا لا إزاي؟ لا لا مفيش حاجة خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه، ده أنا لسه ما خلصتش الجملة. حبيبي أنا قلت أطمن عليك، عامل إيه مع الموزة البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقتي إيه؟ أنا بتاع كل الأوقات. انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده. وحياه امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلميني انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. لا سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث.
لو سألتيني إيه أكتر مهنة بتكرهها في الدنيا هقولك هي شغلانة المباحث. إزاي؟ والدي كان لواء شرطة متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخلية، وكان وقته كله للشغل. وطبعاً بقى بقيت السيناريو أنت عارفاه، أجبرني إن أنا أدخل كلية الشرطة، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزة ترد رد. لا لا مش مشكلة، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وأنا ما أعرفش أبقى في حاجة وما بقاش شاطر فيها، أنا أصلاً داخل شرطة ب96%. أمال أنت كنت عايز تبقى إيه؟ مش هتضحكي أنا قلتلك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلتلك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقة خالص على شغلانتك. ده أنا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوايز كتير قبل كده، بس طبعاً الجماعة التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده إن أنا برسم على سبيل الوجاهة. طبعاً تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط ده، ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكلة إن حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقة. في إيه مالك بتبص لي كده ليه؟ لا أبداً، مستغرب طريقة تفكيرك، أصل ده كلامي بالظبط. لو عايزة ترد رد. لا لا مش مشكلة، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وأنا ما أعرفش أبقى في حاجة وما بقاش شاطر فيها، أنا أصلاً داخل شرطة ب96%. أمال أنت كنت عايز تبقى إيه؟ مش هتضحكي أنا قلتلك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلتلك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقة خالص على شغلانتك. ده أنا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوايز كتير قبل كده، بس طبعاً الجماعة التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده إن أنا برسم على سبيل الوجاهة. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط ده، ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا، مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. معلش عن اذنك انا مضطره امشي. طب استني هوصلك. لا 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 خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقولك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي عن اذنك. لولو. اوكي براحتك. لا واو جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. جرعه كوكايين زياده بس الحمد لله ربنا سترها. انا ما رضيتش ابلغ الشرطه بس حاولوا تعالجوها. اكيد يا دكتور مش هنسيبها كده. انا عارف حضرتك، انت تقريبا المحامي نادر عالم الدين صح؟ صح. انا دايما بتابع برامج حضرتك في التلفزيون. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. حضرتك طبعا عارف خطوره حاله الانسه، ايا كانت علاقتك بيها ما ينفعش تسيبها كده. اوعدك هنتصرف يا دكتور. مالك يا كوريا مش مظبوطة ليه؟ انت مبقتش عايزني يا ابراهيم. مبقتش عايزك ازاي؟ والله ما اعرفش. شوف انت ايه؟ خلاص اللعبة البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بايدك ادمت وبقيت عايز لعبة جديدة. زهقت ايه ولعبت ايه؟ انا كبرت على الهبل ده يا اسطى كوريا. انت كبرت عليا انا يا كبداكي. نفسيتك عليت وبقيت باصص لفوق، بقيت عايز لعبة اغلى واكبر من اللي في ايدك. بقيت مسترخصني لكني عرفت تقولها مرميه وقت ما عاوز ارجع لها تاني هتروح فين يعني. انت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبه في ايد مين؟ ده انت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكه اخره في ايدك يا كوريا، لا عارف اروح يمين ولا شمال، ايه اللي مضايق؟ اه هي دي الفايده بقى. تمام زهقت مني يعني. ماشي سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحاره، عيل جديد ولسه جاي الحاره من بلدهم وخطبت كوريا. كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق، بعد كده لما تعودي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيما تعالى نخرج نتخانق. ماشي حاضر يا هيما. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومه اللي كانت معطلانا عن الجواز، وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضل. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيما. امين نتجوز يا كبدكي. نتجوز نتجوز يا كوريا، وانا بديك الساعه بس مش على طول كده، ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا سيدي راضيه. ها اه ولا لا؟ مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيما؟ لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق، تمام؟ مات الكلام. هي حلوه وهاديه وبتتكلم زي اي واحده مثقفه.
بصراحة ما فيهاش عيب غير موضوع العباية ده، ودي سهلة ممكن تقلعها وتبقى تلبس أي حاجة تانية. بس هو اسم جمالات ده بصراحة مش راكب عليها. يا عم لو على اسم غير ولا المشكلة مش في الاسم، المشكلة في المنطقة. احنا ما ينفعش علاء بيه ابن عبد الحميد باشا اللي كان بيهز الداخلية يصوم يصوم ويفطر على بطن البقرة. ما تبقاش قوي كده برضه قالوا له. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا، انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى عرفني كل شويه هسحب القضيه منك هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم يورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنه على علاقه بالواد المحامي، زقيتها عليه وهي دي اللي هتجيب من الاخر. ده انتوا شغلكوا شغل رخيص يا عم. قلت لك خدني معاك في الانتخه اللي انتوا فيها دي بقى بالذمه كل ده في قضيه واحده. طب تعالى معانا الاسم كده هتلاقي لك هناك مثلا 3 قضايا قتل على 10 نصب على 15 سرقه، مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم انا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. لا صحيح يا حبيبي، هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها لجاسم حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقت وعجبتني. يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه ال 2 مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي، انا الانسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب وهو لازم يخسر. بس انا لسه برضو ما فهمتش انت عملت ايه بالظبط. انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنة سكر ب 3 مليون يورو. قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب 2 مليون يورو بالشحن والنقل. هو طبعا افتكر انه ضربني على قفايا. قمت رايح لشركة تأمين مأمن على الشحنة بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محملة وماشية في المية لغاية ما وصلت للمياه الدولية. قامت جاية مركب تانية تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا وقمنا مرجعينه لأصحابه. واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجود. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده بنص مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ خدي عندك بقى. قلنا ماسكين علب السكر الفاضيه ورميناها في الميه. وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر هيلاقيها مسكره. يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التامين 3 مليون يورو ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله ب 4 مليون يورو مقفولين بالاستك. الحمد لله ان انا معاك مش ضدك ولا كنت ضحكت عليا. بس انت حبيبي وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها. انت ورق العنب ولا انت يا نسبه نوال قومي فزي فيها. يا راجل انت ما تصطبح الصبح انت مفتح عينك تتشاكل. هو انا نمت ولا عرفت انام؟ انا طول الليل قاعده اقلبها بدماغي. الست اللي تنام في فرش الجزء وتقلب عليه الاغراب وتبتي السر وما بينهم ما تبقاش مراته وما تستاهلش العيش معاه. يا دي النهار الازرق من اوله. مالك يا سلومه؟ سر ايه واغراب ايه؟ انت اتهبلت يا راجل انت؟ انا اتهبلت زمان لما اتجوزت وطنشت على كل اللي بتعمليه. اقول معلش وليها غلبانه ربنا حرمها من الخلفه ما يبقاش انت والزمن عليها. لكن لما توصل بيك الحال انك تلفي على العماره كلها وتقولي للسكان ان المعلم سلومه صرف فلوسكم كده تبقى انت مره ناقصه وعلى راي المثل بناقص الناقص. انا مالي؟ انا ما قلتش حاجه. لا قلتي، انت عارفه كل حاجه. ايوه قلت. هو انت لسه شفت حاجه؟ دي نغزه صغيره كده بس، ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا حوريك ايام اسود من نيتك السودا. ايام ايه وليالي ايه؟ ما انت خلاص مالكيش عيش معايا.
الراجل يا ولية يستحمل الولية النكدية، الولية الكذابة، الولية اللي ايديها مخرومة، لكن الولية لمؤاخذة الخاينة ما يستحملهاش. ده انا يا اخويا اللي مستحملك على عيبك وانت عارفه كويس، يعني تحمد وتشكر مش تقولي تستحمل وما تستحملش. على العموم انا هعمل بأصل معك، انا مش هكرش كده قدام الناس واللي ما يشوياش، لا سكت كده لما حاجتك يا بنت الناس، اجيب الليل ملاقيش وكل اللي ليك عندي بشرع ربنا هديهولك على دير المليل. يا اخويا روح اتنيل، هو انت فيك غير لسان؟ جاتك الهم والفقر والغم، جاتك 60 نصيبة يا ولا. لحس الشندوتش يا ولا، بتغرقه ليه؟ هو انت اللي هتاكله؟ ياما المكسب حلو اهو، ليه بس الافتيرة؟ الافتيرة اللي انت بتعمله ده هو الله، الشندوتش الكبده فيه مبظبظه هتفط منه، حرام عليك. اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانه كده اهوت وطالع على لحم بطني يعني. صباح الفل يا سوق. صباح العسل يا احلى كوريا، من ورانا ست الكل. شكلك غزلتك رايق والله، شارده وعماله ادور عليها. تبع الرجاله مالك يا بنتي يا كوريا، وشك اصفر كده ليه وعامل زي اسهال العياه؟ البيت راضي عليك ولا ايه؟ ولا راضي ولا حاجه يا كوريا، عماله تمرجحني، شوية تطلعني فوق وشوية تنزلني لسابع أرض، بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش. قلتم على وشي. بقولك ايه يا سوق، البت هاجر دي بت نظيفة وشبهك، امسك فيها بايديك وسنان. متبت فيها لغاية ما دراعي اتخدنت وسناني قربت تقع. يا سلام، انا همشي عشان انا بطني اتنفخت. هاتي ولا السندوتشات يا ولد. خد يلا. الحساب فين؟ حساب ايه يا اخويا؟ الحساب يوم الحساب. هاتي يا ولد. اتفضلي. عامل لي يا ابني شندوتشين ما اكلتش من امبارح على لحم بطني. عينيا عينيا احلى كوريا. مالك يا اسطى في ايه؟ والواد ايه ما مخبي اليوم من دول يا سوق؟ ايه ولا مخبي ولا حاجه، هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخني يعني. ده انت غلبان يا سوق، بيبان عليك ما بتعرفش تكذب. في ايه بس يا اسطى؟ ايه ما لايف على واحده جديده يا سوق؟ اقول لك حاجه، طب 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 والنعمه دي وحياه رب انا مش عارف. ماشي صادق يا سوق، بس برضك انت مخبي عليا حاجه وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتقض في صح. سلام. الكوريا والسندوتشات. انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي، وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا اخلي لك المطرح ده يرقص راس كده. طب بصي يا حبيبتي، انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي. هيرد عليا؟ يرد. ادوس فيلم كده هنا اهو. في ايه مالك عامله كده ليه؟ هو انتي لو مقلقه في حاجه ناحيه خطيبك ولا جوزك بس مش عارفه تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقه يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهيه، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمه طايقاه ازاي اصلا. يو ما تحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وهيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيالي. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي؟ هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه، ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب. سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعه المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البنت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستعبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه؟ انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا هنهي حوار مع بنت الكئيبه دي واجي لك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه؟ هو انا معرفش اشوفك غير لما اقول لك اني هقول للبرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله، انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتدفع فاتره تنقره.
أنا مش واحدة لمؤاخذة تاخد منها غرضك وتقلبها في إرشيناتها وصيغاتها وتديها أفاك. لا يا حبيبي، أنا مشيت معاك تتاتا عشان حبيتك، لكن أنا واحدة بتسناس ومحترمة. لا والصراحة مفيش أنضف من كده. وإيه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا من السنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمه وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت، والطيب احسن من الوحش. وزي حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبه هنخرج بالسرسبه، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي، ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرحه. يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللي في جسمك؟ وعدله الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره، وغيره وغيره يا نوال. ما تلعبيش مع كبداكي يا نوال، انت مش قد. يلا يا عم تعاون نجور من الحته الناكسه دي. ماشي اخويا، احاسب وحصلك. معلش يا ست نوال، ساعه شيطان ما تشيليش نفسك. هما الرجاله كده، جنس كلب. يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا انا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي هاتي رقم تليفونك ارنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي. ماشي خلاص بقى. خد يا ست الناس، انا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله. ووشا ووشا. نجوان موبايلك بيرن، اديتي نمرتك لحد؟ coming out of my mouth. Noga! مصر. الو، هو انت؟ امال فين البيت؟ انت ابو نجوان؟ ايوه ابو الشيف. ابو نجوان اللي انت سيبتها اهلها وناسها وطفشت معاك وعايشه معاك في الحرام. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت مستخسر تبعت لنا شيلن؟ ده احنا بنكح جير. جاتك داهية فيك وفي اهلك. انا والله العظيم ما كلمت حد غيرهم. انا كنت بس بطمن والله. اصلي ماما تعبان. انا مش قلتلك ما تكلميش حد؟ ايوه. مش قلت ما تديش النمره لحد؟ ايوه. ايوه هتودينا في 60 داهيه يا بنت الكلب. كفايه هتودينا في 60 داهيه. انا خدت فكره سريعه عن القضيه. طيب وايه الاخبار بقى؟ طمنا. اكيد مش هقبلها. اكيد طبعا. المحامي اللي يقبل قضيه زي دي يبقى بينتحر. ممكن حضرتك توضح لنا كلامك شويه؟ القضيه دي خسرانه. الحل الوحيد ان بنت حضرتك وجوزها يرجعوا الفلوس ويتصالحوا مع البنك. جرايه يا استاذ سمير، انت مكبر الموضوع ليه؟ ما انت ما خدت براءات في قضايا زي دي. يعني ايه؟ مفيش حل تاني؟ طبعا في حل تاني. ايه؟ ان المتهمه تسلم نفسها ونحاول ناخد لها اقل عقوبه ممكنه، من 7 ل10 سنين. من 7 ل10؟ مفيش من 3 ل6؟ سلامتك يا ام حسن دددا بالعين ومن حسد. سلامتك ابو حسن دددا بتمشي من حسد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اللي جابك هنا؟ ما انا لفيت عليك المستشفى كلها وفي الاخر لقيتك في الاوضه دي. مش احنا قلنا مفيش مجال المستشفى تاني؟ يا ابله انا جاي قانوني ومعايا تسريح ومختوم ختم النسر ان اشوفك وقابلك وامسك ايديكي. اوعى كده. تصريح ايه ده؟ اهو يا ابله تكرر لي العلاج بتاع ام نجوان. ما انا بصراحه يا ابله بتلكك عشان اشوفك يعني. طب اوعى كده وريني التصريح ده. ايه ده؟ واحنا مش هنوديه سوا ولا ايه؟ ونوديه لها ليه؟ ما هي هتيجي تغسل هنا. وبعدين انا خدت تليفون جيرانها عشان ما اطلبهاش على تليفون جوزها. انا قبل كنت عامل حساب ان احنا نروح انا وانت يعني ونركب تاكس ونقسم الفلوس انا وانت يعني. تاكس؟
ما تبعزقش فلوسك يا استاذ، بشيلها الحاجة اهم، وبعدين امشي بقى عشان انا ورايا شغل. يا احلى منهم كلهم، اديني قلبك خدي قلبي، اديني قلبك. يا لهوي يا ابله. ايه ده؟ انت بتحببي هنا يا وليه؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل؟ ما شوفش خلقتك هنا تاني. اخفى من وشي دلوقتي يا سلومة، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحملة رزالتك. انا قلت لك مالكيش قاعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بامان الله بادب وكرامه، بدل ما اطردك والم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني شويه السكان معفنين. انت وليا خاينه وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيران الهنا ينفعوك يا دعم قلبك عليهم يا ولية يا خاينه. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عره. اطلع بره. اوعى يا ولية. اطلع يا عره. تعمل ايه يا راجل المستقلب ده؟ سامع لك موضع في ايه؟ ده يا راجل مش كفايه انها طلعت مره واحده في حياتها محترمه يا راجل انت؟ نعم انت طلقه، طلقه بالثلاثه وتحرمي عليا زي ام واخت وبنتي. لا اله الا الله يا راجل. معلش انا وقفت، معلش انا وقفت. معلش تعالي معايا، تعالي معايا. لو كان يستهلك والنبي لجوزك ست ايده. معلش يا حبيبتي، خش انا وقفت. معلش يا حبيبتي، معلش. مش هات لنا مسوك يا ريا بنتي، ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي يا مجرمه. السلام عليكم ورحمه الله. بابي وحشتني قوي يا بابي، وحشتني قوي يا بابي. انت وحشتيني، ما انت زي الفل وزي القمر اهو، ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مره بيبقى في سبب، وبعدين كنت مستنيه اروح بدري في مره عشان اكلمك مكالمه طويله. رجعنا زي زمان بقى ايام الشركه، بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما انت عارف يا بابي، لما ببقى مشغوله مش بعرف اكلمك، واحب فيك براحتي. وانا كده بطمن اكتر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، اخبار المشروع ايه؟ ماشي كويس؟ مشروع مسميه ده مشروع؟ اه يا طارق، ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج، يا عم الحاج. نعم. ينفع ان انا احج مع اللي بيحجوا في التلفزيون؟ والله يا ممكن، بس حسب نوع التلفزيون. بس انت مسموح لك تعملي اي حاجه. اهو قال لي ينفع. هايدي، المحامي اللي انا رحت له رفض القضيه، بس انا مش هسكت، انا كلمت اتنين محاميين اكبر منه. ما تكلمش حد يا طارق، خلاص مفيش فايده. ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي. انت ما تكلمش الا ما اقول لك، فاهم؟ مساء الخير. خد ستوري نفسك، خدي ومعلش بقى، خلاص ما تقهريش في روحك كده، خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال، الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انتي كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انتي لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي، انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انتي في بيتك وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت. يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه الحاكم تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقول لك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصوره وعايزه اخش الكبانيه. يو النقله دي؟ امي يا اختي، ده حرمه جنيه. اتفضل بيتك بتعايريني. انحصرتي من فكيتها بعيده. والله لا افرجك يا قاريه. بدأت تندع يا بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلومة كراشة ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال، جكتعون. إن كنت تريدين السكنة أزبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب أنا هنزل دلوقتي. وأنا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا آخر مرة، نفس المكان اللي كان لمؤاخذة بيجمعنا سوا، وأول ما وصلك هاخدك ونحل المشكل سوا. شكلهم غريب قوي قرايب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين قوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم.
الغريب فيهم بس؟ انا ما اقصدش حاجه، بس لغتهم غريبه كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مدام بتحبيهم. يا رب. كنت مستعجله انت اول مره اللي فاتت. ما هو زي ما انت شايف انا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر اقفله خالص، فعشان كده. بس اقول لك على حاجه، انا كنت مبسوط قوي بالشويه اللي قعدناهم دول صراحه. وانا بجد، بس انا عايز اسالك سؤال. قولي. يعني انت اكيد شفت وقابلت بنات كتير، ايه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ انت عايزه الصراحه؟ انا نفسي مش عارف، بس في حاجه غريبه بتشدني ليكي، وكل ما احاول اشغل نفسي باي حاجه الاقيني برضو بفكر فيكي وعايز اشوفك. عندكش تفسير بقى للحاله دي؟ انا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان انا بتكسف، قولي بقى، انت جاي بس عشان تقول الكلمتين دول؟ وانا بصراحه كل مره ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، اي كلام تلكيكه يعني، عشان لما نزنق اقولها على طول. طيب والتلكيكه ايه المره دي؟ الواد ده اللي كان جاي له استدعاء النيابه، خطيب قريبتك. آه، هيما ابراهيم. ماله الواد ده؟ شمال وسكته مش سالكه، بعدين ما عارفه كلهم مسجلين، بعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعه ونظيفه وبنت بلد، فقلت يعني اقول لك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني احسن. بتحبه؟ يا ستي انا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للانسان الصح. يعني ما ينفعش انا اشوف واحده مثلا مسجله ولا محكوم عليها ب 10 15 سنه واحبها، ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. بتعملي ايه؟ مالكش دعوه بيا. بتعملي ايه؟ اخلصي. بقول لك مالكش دعوه بيا، انت ما اشتريتنيش على فكره. مين اللي قال؟ انا اللي قلت. خلاص بقى ما تزعليش، خلاص بقى ما تزعليش، انا كنت متقل حبتين خلاص. بعدين انا لما شفت النمره بتاعت مصر انا ما خفتش على نفسي، انا خفت عليك انتي. انا لو جرالي حاجه انتي هتعملي ايه من غيري؟ هتبقي لوحدك. شفت بقى انا خايف عليك قد ايه وبحبك قد ايه؟ بس متزعليش عشان خاطري. هو انتي مش هتبطلي العيشه اللي انتي عايشاها دي ولا ايه؟ مفروض اعيش ازاي يعني؟ زيك كده؟ زي هو محدش عايش في الدنيا دي غيري انا وانتي؟ يا اما تعيشي زيي يا اما تعيشي زي ما انتي عايشه كده. بقول لك ايه، خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جو النصايح ده، عشان بقى قديم قوي بصراحه وعمره ما جاب همه. ده ياسر الظابط. ردي عليه، ردي عليه وقولي له زي ما اتفقنا بالظبط. الو. اي ياسر بيه، بص انا هكلمك بسرعه عشان ممكن يخرج في اي لحظه. هو ما بيعملش حاجه غريبه، بيبقى قاعد كتير على الايفون وبيلعب جيمز، بيكلم واحد اسمه ابو طالب بيه وبيقول قضيه واسامي زي هايدي ومروان. لا ما اعرفش بالظبط تفاصيل المكالمات. طيب اوكي حاضر، هعرف اقول لك. اوكي حاضر حاضر ماشي باي. قفلت. قالك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف اكنه هو اللي بيسمعك. قلت له حاضر. انسان غبي وتافه. هو مش كفايه بقى الزفت ده؟ برافو عليك، رميتهم؟ تصدق انا كده هبطل؟ قد ايه الحل ده كان غايب عني، وكنت محتاجه واحد زيك يجي عشان يرميه من قدامي ويفوقني. يا ابني الحوار اكبر من كده بكتير، اكبر منك انت شخصيا. ساره انت مفيش فايده فيكي. انا هقوم اوضب شنطتي عشان نرجع مصر. انتصار، انت يا زفت انتصار، انت هتفضلي عدالي كده زي الكلب الاخرس اللي لا بينبح ولا بيخرب النجاسه يا انتصار. ايوه يا اخويا. حضري لي لقمه اطفاها واغسلي مواعين المطبخ اللي عفنت دي وضربت ريحه الشقه، بدل ما انت قاعده كده لا شغله ولا مشغله. حاضر يا اخويا. شوفي يا اختي مين اللي بيخبط. حاضر يا اللي بتخبط. لا
يا ابو طالب بيه. السلام عليكم. كده كله تمام يا ست عايتي. ميرسي بجد يا استاذ شكري، تعبتك معايا. ما تقوليش الكلام ده، احنا خدامينك يا ست الكل. طب انا هدخل اقفل واصحي سندس ونطلع ننام، انا تعبت بجد من السهر النهارده. والله كتر الف خيرك، بتخرجيها من البيت بدل الخنقه، لازم تشم شويه هوا. وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بتفهم زي وزيك. طبعا اذنك. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك، مع الف سلام، مع السلامه. انت فين يا راجل يا طيب؟ بقالي فترة من الزمان مستنيك تهل في الحارة. شيخ ناصر ازيك، اخبارك؟ وحشتني والله. معلش شوية مشغولات كده. عامل ايه؟ كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. سلام. عاوز ايه يا شيخ ناصر، في حاجة؟ كل خير ان شاء الله. انا كنت عايز اكلمك في موضوع كده يا اخ شكري. امرنا يا سيدنا، لخدامة. الامر لله. انا كنت طالب القرب منك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ عايز تتجوز سندس؟ لا 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 لا، انا كنت طالب القرب منك في بنت اختك الست جمالات. هو ده اللي حبونا؟ هو ده؟ هو ده يا ابني اللذينه كل ما اهرب منك، يا ابني اللذينه عايز كل ما اهرب منك. ما تفكرش انك تعجبني، ما تفكرش انك تعجبني، بس واحدة واحدة عليا. أصل انت في بقول لك قلتلك نجس. هو ده اللي حبونه؟ هو ده؟ هو ده يا ابني اللذينة كل ما اهرب منك، يا ابني اللذينة عايز كل ما اهرب منك. ما تفكرش انك تعجبني، ما تفكرش انك تعجبني، بس واحدة واحدة عليا. اصل انت في نجس. قلت يا بنت وليت علي معاك. مش خارجه، انت بتقطع اسنان يا ابراهيم. انت طلعت زباله. بتقول علي انا اقول رخيص، انت تطلع ترخص منك. يلا يا زباله. جودك الاعرف وعمرك ما هتندم. اوعى اهدى شويه. خلاص يا سلسه، معلش احنا اسفين. هيصوا يا جماعه، هيصوا وانبسطوا. يلا يا شوشو اشتغلي، يلا يا اسنان اغني. هيصوا يا جماعه. ايه يا ابراهيم؟ بقول لك ايه يا جدع، شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير، انا مش عايز لبس. يا جاره دي بنت لازقه ورامية جتتها عليا. انا اسف، مش هتحصل تاني والله، ما هتتكرر تاني. لا 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 خلاص، انا مش هتعمل الشغل ده. معلش يا جاره سماح، نكسات عقل ودين، بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني. ولا هي هيما؟ صح سامع سامع. يلا اتفضل شوف شغلك. يلا شوف شغلك يلا من هنا يا ياد، ركز ياد. يلا نزل الخرابة دي، في ريحة منيلة طلع. نزل ووطي التي في. أوطي الإيه؟ وطي التلفزيون. بأمان ليا وليك يا سعادة الباشا، عشان الولية اللي جوه دي ما تسمعش أي حاجة. أنت مش قلت إنها ما بتتحركش؟ ما بتتحركش بس ودانها زي الكلب البوليسي، بتسمع دبة النملة. تفضل أدي 5000 جنيه أهو. فين بقى الورقة اللي قلت عليها إن فيها معلومات تفيد هايدي في القضية؟ 5000 جنيه إيه يا سعادة الباشا؟ الولية عندها فشل كلوي، بتغسل ب10000 جنيه في الشهر. بتغسل إيه ده؟ أنت معفن. والله والله ما كنت هتنازل عن 100000 جنيه بس لولا مجيتك. اتفضل يا سيدي، أدي 5 تاني أهو. فين بقى الورقة؟ شوف يا سعادة الباشا،
الفلوس دي علشان اقول لك الورقه فيها ايه، لكن الورقه نفسها عشان اديها لك لازم تديني 5 مليون لحلوح، ما يقلوش لحلوح. طيب يا سيدي هات الورقه اشوف اللي فيها ايه، وخد الورقه مش عاوزها. الورقه اهي فيها عنوان نجوان بنتي ومروان بالتفصيل، الشارع والعماره والشقه. لا اللي حليح الاول. حاجه غريبه، الشيخ ناصر عاوز يضمك لحريمه زي حريم السلطان كده. شفت انا رديت عليه ازاي؟ ما شاء الله عليكي، رد معتبر. الرد ده بيسموه رد دبلوماسي، رفضتيه من غير ما تحرجيه. رفضت مين يا ماكوس؟ مش مهم يا سندس. بعدين البت كوريا اول مره تاخر كده بالليل، بتصل بيها بالتليفون ما بتردش، قلبي وكني عليها، هنزل ادور عليها واول ما تاجي بيطمنيني بالتليفون. مش هتوكلني الزبادي؟ هتاكلك. اكليه. انا اللي هاكلك يا سندس. يلا بالهنا والشفا. هتودينا زور النبي؟ اوعدك يا سندس اول ما اخلص من اللي انا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمره مع بعض هناك. اه عند النبي. اه قولي والنبي. والنبي يا سندس. انت كدابه يا اختي وبياعه الكلام. هوديكي وهتشوفي، كل انت بس وادعي لي يا سندس. لا يا رب. مالك يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا كوريا في ايه؟ قلقتيني عليك، انت كنت فين؟ خالك لسه نازل يدور عليكي. انت بتعيطي في ايه؟ مالك؟ ابراهيم تاني. ابراهيم ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ انا قلت لك يا كوريا 100 مره ابراهيم ده مش مظبوط، مش مريح، مريب كده يعني. ده حتى علاء قال لي ان سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحة هو قال لي انك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرت، قلت له يا هيما بلاش، يا هيما هتزعل مني، كبدك فاضل لك مره. مفيش، كاني بكلم نفسي بالظبط. معلش، كويس انك كشفتي على حقيقته، ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه احسن منه. انا الغلطانه، انا كل مره كنت اضرب نفسي 100 جزمه وبعدين ارجع اقول معلش يا بنت انت بتحبيه. معلش يا بنت كلنا بنغلط، مفيش فايدة. معلش يا كوريا معلش، هما الرجالة كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق، يعني هو كظابط قدر يعني يقراه ويفهمه. هما الصباط برضو ليهم نظرة في الناس مختلفة غيرنا، ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ هو انا ناقصاكي ولا ناقصة الظابط بتاعك؟ بقول لك ايه؟ اطلعي بره، انا مش عايزاك، انا عايزة اقعد بطولي. تعرفي يا كوريا؟ انت تستاهلي اللي بيعملوا فيك ابراهيم، بس انا هعمل باصلي، هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك. خليك. يا شيخ روحي كده. ماشي يا براهيم. ماشي. بتعمل ايه لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقه، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجه، كان هيهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقولك يا سارة ما تنامي أحسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عاملالي عقلة وفيلسوفة وكل ده عشان مش عايزة تحس إن حياتك تافهة. بعلمك بقى حياتك تافهة وهتفضل تافهة. على فكرة أنا حياتي مش تافهة خالص، على الأقل ما بهربش من نفسي. لا ده أنا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجة أنا بعملها. يا سكا يا ولا قوم يا ولا. اوه طيب عادي يا عم، حاضر. ايه اوعى ياما بس مين ايه يا عم يا
ضيع الوقت وقتك وانا غلطان اني عملتك صح. يا خرابي يا ابراهيم، يا خرابي انت اللي قلت الكوريا اللي شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض، وانا اللي مديك عربيتي بتستهدى منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده شطان ودخل بينكم يا كوره. والله العظيم يا كباكي ما قلت لها حاجه، ولا اعرف اصلا انت شغال في كباريه. كوريا اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل وشكمها يا ولا. طيب يا ابراهيم ده لو سكين على رقبتي يا جدع، سرك يدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البردعة. نادر، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتيني قوي. الله يسلمك. دستور دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ست عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي وان، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريد حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روح يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود. ربنا يحميكي من الميكانيك، وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات، ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. ها طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بط حتى. هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول تعون ده صايع، لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي. أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت الشغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. ما شفتش مني لا، ربت تغني لا. إيه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده أنا قلت اعمل لي لقمة على السريع كده وما رضيتش ازعجك عشان تعملي افطار. اقعدي 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 افطاري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزة فلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه؟ وانا سايبني كده عامله زي الشحاته. بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بيقول لك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا. اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا، انا بقى فقريه، عاوزه امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها. ماشي يا فقريه ماشي. في 10,000 دولار جوه في الدولاب، خشي خديهم. 10,000 دولار بس؟ ده غير سهره في مكان انا وانت الليله دي تحفه. طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول المحل، عشان انا شفت فستان هناك عجبني وعاوز اخد رايك فيه. يا حبيبتي انت من احلى 10 اذواق في حياتي شفتهم، انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني، لان الفكره عندي في الحشو في الحشو. الله، اقوم ما الحق اخد الفلوس احسن تغير رايك، او تدخلني في عمليه من بتوعك وتخسرهم لي. اقوم ما الحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا ابو زازه. لا دي قنينه، النينه. مش ضروري يا بابي كل مره تفكرني ان مروان ونجوان دلوقتي مع بعض، انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزباله ما بترميش غير مع الزباله اللي زيها. يا سلام، وكان حد قال لك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه.
المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه يا امي. إيه؟ عفريت حبيبتي؟ لا يا روحي مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي اصرف. نو واي يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون. منين انا حيلتي 5 مليون؟ هم 50 ألف 100 ألف اعكمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه وتتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان ناخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي؟ نادر تاني؟ قلت لك 100 مرة نادر ده انا اللي مربيه وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا 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 اهلا. صف الله العظيم، انا عاوز اقول حاجة. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ايه حكاية اسم نجوان اللي منتشر على فجأة ده؟ كان في ولية غلبانة بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هما خطيب، قصدي براهيم، كانت بتلم الزبالة وتمسح وكده، وكان برضك اسمها ام نجواه. انت مش امبارح طردتيني من اوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحده اسمها ام نجوان الزفت تبقى نفسها اللي انت تعرفيها. ايه ده انت عبيطه بنت ولا ايه؟ هو كمان يعني حزينه ومنكسه مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي انا فيه ده. استنوا يا جماعه، ام نجوان برضو شغاله في مستشفى، انا رحت لها. كوريا. كوريا؟ غريبه ان الانسه كوريا تعرف ام نجوان. مالك؟ هنيها تفتح. طب استبر، عايز اطلع الشقه اجيب كشاوه اخلص عليها. بقى انا ابراهيم كبداك اللي بتهزله بطن البقره تمن يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو ومهما كان بينك وبينها اتك على الراحه وبالعقل يا كبداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصك؟ لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كداكي، هعصرها وهسنفرها وهخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد يا لسه قافش ولا ايه؟ وربنا انا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات لي الكباريه ووسخت معايا. كداكي الفيلم ده مش هياكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى ما تقفش. في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش. انت هتعمل فيها منى الشاذلي؟ اقعد يا عم. لا منى الشاذلي ولا امل الحسيني. من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه؟ كده برضه كبداكي.